لا 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 لا، لست جيدا جدا، فلحمي طعمه سيء. على أي حال أحدهم سوف يطعمك. حقا؟ أجل، هيا إذن لنذهب إليه. هيا بنا. واو، انظروا إلى هذا يا أصدقائي، هذا أنا كيدي. كاف يا دالياء، نحن اليوم سنقوم بمغامرة رائعة، سوف نتعلم كل ما يخص القروش وأسماك الشفنين. اليوم نحن في نسيكا، أكبر حوض للأسماك في أوروبا. كونوا مستعدين لأنني مستعد. هيا بنا. إذن الفكرة أن القروش هي أسماك، لذا لديها غلاصم، والأهم من ذلك أنها على عكس الأسماك تمتلك زعنفة ظهرية، لذلك نستخدم هذه الحركة عندما نتحدث عن قروش تغوص، وبإمكانك تمييزها بسهولة بالغة، وإذا لمحت الزعنفة على سطح الماء فهذا يعني أن عليك الهرب. هكذا الآن. الآن القروش كائنات مذهلة بالفعل، لديها الكثير من الأسنان، عدد صفوف أسنانها نحو 14 صفاً، إنها كبيرة وكثيرة وحادة، والشيء المميز حقاً أن الأسنان اللبنية تتساقط عندما تكبرون وتظهر الثابتة فوراً، أما القروش فهي تملك أسناناً كثيرة، لبقية حياتها تخسر الأسنان ثم تعوض بأسنان جديدة. أوه! ها! هذا مؤلم حقاً. صحيح، إنه مؤلم جداً. لكنك آلمتني. توقف، يجب أن تصبح الآن فتاً جيد. إنني جائع. بأي حال أعتقد أن الوقت قد حان لرؤية ماذا تأكل وما فائدة هذه الأسنان. أوه، انظروا، نحن الآن في المطبخ لأننا سوف نطبخ معاً ونحضر الطعام من أجل القروش. أنا الآن مع كليمون. مرحباً. أهلاً. إذن أين الطعام؟ إنه في الثلاجة. عظيم، لنذهب إليه. أوه، إذن هناك بعض القريدس. مرحبا، كيف حالك؟ هذا ليس للقروش. لا، للقروش سنحتاج بعض الكاليماري. انتبهوا وأنتم تطبخون كهذا الطعام، ارتدوا قفازات. أوه، هنا سوف نضع الفيتامينات في هذا الطعام، كالفيتامينات التي تتناولونها في الشتاء كي لا تصابوا بالمرض. إذن قام كليمون بعمل شق صغير هنا وحفره بسكينه كي أخبئ فيه الفيتامينات الصغيرة في الداخل. كما تعلمون لن تأكل الفيتامين بسهولة، يجب أن نخدعها. أوف. زلقة زلقة زلقة. إنه وقت الطعام. الطعام جاهز. أوه، إنه ضخم، هناك العديد من القروش هنا، تحتاج مساحة كبيرة، انظروا إليه. فرس البحر هو واحد من أقدم الحيوانات الموجودة تحت الماء في التاريخ كله، منذ وقت طويل جداً، منذ 40 مليون سنة تقريباً. وهي سنوات كثيرة جداً جداً، إنها بعد الديناصورات. هذه هنا صورة تشبه المهر، لكن فرس البحر في الحقيقة من الأسماك التي تعيش في معظم البحار في هذا الكوكب، وفرس البحر أيضاً له رأس مضحك بعينين متحركتين، كل منها تتحرك بشكل مستقل عن الآخر، كما يمكنها أن تكتشف الطعام من مسافة طويلة جداً جداً. فرس البحر يتحرك ببطء شديد جداً، لذلك ليس لديها الكثير من الحكمة الدفاعية.
وهكذا لكي تبقى غير مكتشفة من الحيوانات المفترسة، تستخدم ألوان التمويه خاصتها لتتمكن من الاختباء في قيعان البحار. لقد أبليت حسناً يا فرس البحر. حان وقت الطعام. مستعد أيها القرش؟ إنه وقت الغداء. هيا استعد، إنه وقت الغداء. هيا استعد، إنه وقت الغداء. متى ستأتي؟ إذن كما ترون نحمل صنارة لكي نطعمها، لأنها مفترسة وخطيرة كما تعلمون. الفكرة مع أسماك القرش هي أن هذا النوع على أي حال يعيش في المجموعات، وهو شيء رائع. أيضاً ليصطاد يعتمد على حاسة الشم القوية جداً، ويتمكن من شم رائحة الدم، فهي تشم قطرة الدم في هذا الخزان كله. ولديها أيضاً بعض الخلايا الصغيرة والخلايا المشعرة، مما يسمح لها بإدراك الاهتزازات. الآن من الأشياء المثيرة للاهتمام في القروش أنها على الرغم من كونها ضخمة جداً مثل هذه التي يصل طولها إلى مترين، فهي لا تأكل هذا القدر من الطعام إلا مرة أو مرتين في الأسبوع. أنتم وأنا قد نأكل 3 مرات في اليوم، هذا طبيعي. أما هي تبقى أسبوعاً كاملاً بدون أن تأكل. نعم هذا مهم، لأنه كما تعلمون لكي نحافظ على الصحة. أنت سمكة قرش وتسبح طوال اليوم وتقوم دائماً بالتدريبات الرياضية. صحيح، تعلمون الصحة مهمة. أجل، أنا لا أخالفك الرأي. أوه، أهلاً بك. إنها ناعمة، ناعمة جداً، ليست مخملية فقط بل هي ناعمة أيضاً. هناك 630 نوعاً من أسماك الشفنين داخل المحيطات. هنا يوجد 10 أنواع. حقيقة الأمر أن هؤلاء أقارب لأسماك القرش. مثير للاهتمام، ومثل القرش من السهل جداً اكتشافها. انظروا هنا، انظروا. كيف يمكن أن نميز الشفنين؟ هذا سهل، إنه مسطح. حسن، يمكنك رؤيته. كما ترون لديهم أيضاً غلاصم، لكنها ليست على الجانبين، إنها في أعلى الرأس. مرحباً. واو، هل ترى هذا هناك؟ إنها في الأرض مدفونة بهذا الشكل. ما تفعله أسماك الشفنين لتأكل هو أن تخبئ نفسها أسفل هذه الأرض. في بعض الأحيان تهز سطحها قليلاً من أجل إزاحة البقايا أو إزالة أي حيوانات صغيرة، وتطعم نفسها. أوه واو، واو. إنها تريد بعض المداعبة. هذا ما تريدينه؟ أوه، تحاول أن تثير اهتمامي. أنا أداعبك الآن. إنها باردة حقاً. إنها باردة. أوه، تجمدت يداي. عالم أعماق البحار هذا له نجمه الخاص، نجم لا يشبه أنجمنا. لا تحتاج نظارات شمسية فاخرة للتعرف عليها. له خطوط بيضاء. ورجاء رحبوا معي بسمكة المهرج. أجل، هذه هي. سمك المهرج سمك ودود للغاية، وقد استطاع تطوير علاقة قوية جداً مع شقائق البحر. إنه عشب البحر. أوه، شقائق البحر تعد مأواً آمناً لسمكة المهرج. وفي المقابل أيضاً، الألوان الزاهية للمهرج سوف تخيف الحيوانات المفترسة. وبالنسبة لنا نحن البشر، إنها ليست لذيذة. أما تلك الشقائق، فهي تتغذى على مخلفات سمكة المهرج.
أنا في الوقت الحالي أخلط بعضاً من القريدس مع الحبيبات الصغيرة. هذه فيتامينات، هذا مهم لسمك الشفنين كي لا تمرض. بعدها سوف نأخذ هذه الزجاجة ونحشوها تماماً بالطعام. بعدها نضيف من ماء الخزان من حيث تعيش هناك، ثم نخلطها ونضع الطعام في الخزان، وسوف يشكل سحابة من الطعام. ستقوم الأسماك بالسباحة ثم ستأكلها هكذا. لقد حان وقت الطعام. إذن سنستلقي على المرتبة هنا ونقوم بإطلاق سحابة الطعام هذه في الخزان. تقريباً نحن نحاكي العوالق، ويوجد الكثير منها. توجد سحابة من العوالق ومن الطعام، وسوف يسبحون عبرها كما يفعلون الآن. إنهم حقاً سريعون جداً، انظر إليهم. كان هذا عظيماً، بل كان رائعاً، لكن لم ننتهي بعد، ما زال هناك الكثير لنراه. أصدقائي الصغار، انظروا ماذا يوجد خلفي. قناديل البحر، وهذا القنديل هو مخلوق خلاب. انظروا إلى شكله، إنه مهيب جداً. ما يثير الاهتمام فيه هو أنك تجده في أي مكان في البحر، من سطح الماء مباشرة إلى الأسفل في أقصى أعماق المحيط المظلم هناك في عمق القاع. وبالتأكيد لقد كانوا هنا منذ زمن طويل، حتى حين وجود الديناصورات. لقد كانوا موجودين بالفعل، يعيشون مع تلك الديناصورات. انظروا إليهم، ما يزالون هنا يتغذون على العوالق والأسماك الصغيرة. انظروا إلى القنديل، أرأيتم كيف انقلب؟ هذا لأنه كسول، كسول جداً، لذا ينقلب فقط والعوالق تسقط في فمه هكذا. مرحباً، نتحدث عن العوالق كثيراً، لكن ما العوالق؟ حسناً، هذا سهل جداً. في داخل المحيط هنالك أطنان من الحيوانات المجهرية الصغيرة جداً أو النباتات، ويمكنك أن تراها. إذا كانت مجهرية لماذا نستطيع رؤيتها؟ حسناً، لأن هذه هي عدسة مكبرة. عندما أقول إن الشيء مجهري، أنا أعني أنه بالكاد يمكنك أن تراه بعينيك المجردتين. الآن نعرف ما العوالق. الشيء الذي كنت أتساءل عنه أن قناديل البحر كيف تولد ومن أين تأتي؟ ولكن الأمر مثير جداً. قناديل البحر تضع البيوض، وهذه البيوض غريبة لأنها تتحول إلى يرقات. هذه اليرقات الصغيرة تجد مكاناً للاستيلاء عليه وتتمسك به، ومن هذا المكان سوف تخرج بعض قناديل البحر الصغيرة، وتبدو كالصفائح في تلك الحالة، وصغيرة بشكل لا يصدق، بالكاد يمكنك رؤيتها. هم حقاً صغار جداً 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 جداً. المرجان ليس حجارة وليس نباتاً أيضاً، لكن إنه تقريباً ابن عم القناديل. حتى لو لم ترى غلاصمها هذه، فالمرجان يتنفس من غاز الأكسجين، وهو ينمو مع مرور الوقت الطويل. واو! يملك المرجان قاعدة مهمة جداً تحت الماء، تماماً مثل الأبنية. المرجان يبني جدراناً طويلة جداً تسمى الشعاب، وهي بدورها توفر المأوى لجميع السكان الصغار في البحر، كسمكتي المهرج الرائعتين. واو! أهلاً بسمك المهرج، تذكرني بشخص ما. المرجان يأتي بألوان متنوعة من الأبيض إلى الأحمر. سوف تشعر بالسعادة في هذه المياه الاستوائية الفاترة المعرضة للضوء الكثيف هنا. لهذا السبب من السهل جداً رؤيته في المياه الصافية.
مرحبا يا أصدقاء كيدي. في هذا الوقت أنا مع فلورنت. فلورنت لديه عمل مهم جدا الآن. انظروا إلى هنا تماما وتمعنوا، يوجد هنا قنديل بحر بالغ، والآن أصبح كبيرا كفاية. إنه جاهز للذهاب إلى خزان العرض الكبير لكي يراه جميع المشاهدين. أنت مستعد؟ نعم. لنرى ذلك. سيكون هذا رائعا. انظروا إليه، ها هو يذهب. إن هذا شيء مهيب بكل تأكيد. لقد أحببته. ما هذا؟ لا تستطيع، توقف. أعلم أنك جائع لكنك تناولت وجبتي فطور في الصباح. أنت صغير جدا، لا مزيد من الطعام. توقف، انظر هناك، يوجد قنديل صغير. أنا أعتقد أنه الأخ الصغير له. نعم، هذا الصغير هناك. أوه، انظروا لهذا، إنها حتى أصغر منه. وهذا القنديل هنا. واو، أعتقد أنه الذي أدخلناه للتو. مرحبا، هل أعجبك المكان؟ والآن أيها الأصدقاء الصغار، حان الوقت لاختبار كيدي. 3 أسئلة عن أسماك القرش وقنديل البحر. دعونا نرى ما تعلمتموه. السؤال الأول، ماذا يساعد القرش على التنفس؟ هل هو ألف الغلاصم أم باء أنبوب تنفس؟ بدأ العد. السؤال هو، كيف يتنفس القرش؟ هل أجبتم؟ لنسمع الإجابة. هذا صحيح، القرش يتنفس من خلال الغلاصم. غين لام ألف صاد ميم. عظيم، حسن. السؤال الثاني، ماذا تأكل أسماك الشفنين؟ هل تأكل ألف العوالق البحرية أم باء البرجر بالجبن والبطاطا المقلية؟ السؤال هو، ماذا تأكل الشفنين؟ حان الوقت. الإجابة هي، هذا صحيح، الشفنين تأكل العوالق. ألف لام عين واو ألف لام قاف. والآن إلى السؤال الثالث والأخير، كيف تستطيع القناديل أن تنجب الصغار؟ هل هو ألف بوضع البيض أم باء ينتظرون اللقلقة لإيصال صغار القناديل؟ بدأ العد. السؤال هو، كيف تستطيع القناديل إنجاب الصغار؟ حان الوقت. أجل، هذا صحيح، قناديل البحر تضع البيض. ألف لام باء ياء ضاد. رائع، لقد قمتم بعمل رائع. وتعرفون ماذا؟ من أجل ذلك تستحقون بعضا من الرقص. I'm kidding. Yeah, I'm kidding.
Set, grow. Ready, set, grow.